في تصعيد خطير على الساحة الأمنية، أسقط المعترضون على نتائج الانتخابات الحواجز الكونكريتية القريبة من المنطقة الخضراء تمهيدا لاقتحامها، وكانت القوات الأمنية قد انتشرت في محيط المنطقة الخضراء تحسبا لأي طارئ أمني. ينضم إلينا الآن مراسلنا من بغداد بدر الركابي لإطلاعنا على آخر الأوضاع عبر الهواء مباشرة. مرحبا بك بدر، كيف هي الصورة الآن في وسط العاصمة بغداد مع الانتشار الأمني؟ نعم زميلي، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. أتواجد الآن في ساحة جسر الطابقين، وعلى يميني المكان المخصص للتظاهرات الخاصة برفض نتائج الانتخابات بجانب إحدى بوابات المنطقة الخضراء، والحديث هنا عن جسر المعلق. يعني قبل دقائق قليلة كانت هناك محاولات تصعيدية ورسائل تصعيدية من المتظاهرين بإسقاط بعض الحواجز الكونكريتية بنية الدخول واقتحام المنطقة الخضراء، ولكن التنسيقية الخاصة بالتظاهرات كما أكدت لي مصادر من داخل التظاهرات وأيضا قوات أمن الحشد منعت هذه الأعداد من الاستمرار في إسقاط الحواجز الكونكريتية وبالتالي النية في الدخول إلى المنطقة الخضراء. لربما هناك تصعيد هنا في هذه المنطقة بالأعداد المتواجدة بالقرب من جسر المعلق، ولكن التظاهرات بالقرب من وزارة التخطيط وجسر الجمهورية هي هادئة لغاية الآن. الأعداد مستمرة بالتوافد منذ الصباح، ما شخصناه وتابعناه ولاحظناه خلال هذه الجمعة والتي سميت بجمعة الإباء بأنها الأعداد قد انخفضت عن الأسبوع الماضي في جمعة الثبات. عندما نقارن بالأعداد التي حضرت في جمعة الثبات هي يعني أكثر من الأعداد التي حضرت اليوم في ما سميت بجمعة الإباء. يعني قبل أيضا دقيقتين أو ثلاثة دقائق صدر البيان الختامي الخاص بهذه التظاهرات، والذي استمر على ذات المطالب وأكد على ذات المطالب بضرورة الكشف عن قتلة المتظاهرين والأحداث التي حدثت خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق المطالب المتعلقة بعملية العد وإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية. الأعداد المتواجدة هنا من المتظاهرين يعتقدون بأن هناك تزوير حصل في الانتخابات وأن هناك تلاعب بنتائج الانتخابات، فبالتالي هم يصرون على مطالبهم بضرورة أن يكون هناك عملية إعادة للعرض يعني العد والفرز لمختلف المحطات الانتخابية، وأن لا يكون هناك يعني بمنظارهم تدخلات من بعض الكتل السياسية والأطراف يعني الخطوات للقضاء العراقي بالتحقيق بهذه النتائج وكذلك ما يشوب العملية الانتخابية. أيضا المشهد في العاصمة بغداد بسبب اليوم تجمع هذه الأعداد بالقرب من جسر المعلق وكذلك جسر الجمهورية، القوات الأمنية قطعت جسر الجمهورية وكذلك جسر السنك تحسبا لأي طارئ، وكذلك حتى حماية لأعداد المتظاهرين المتواجدة في هذه المناطق. وأيضا كما تشاهد من خلفي بسبب توافد هذه الأعداد نشاهد يعني بالمناطق قريبة من أماكن التظاهرات هناك زحامات مرورية نتيجة للأعداد المتواجدة وكذلك المركبات التابعة لهذه الأعداد التي تأتي إلى التظاهرات. فيعني لغاية يعني عصر اليوم قد يستمر الوضع على هذا الحال، ولكن تبدأ الأعداد بالانسحاب بعد لربما الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة بغداد، ويعود المشهد إلى ذات الهدوء في العاصمة بغداد. نعم، يعني بدر تحدثت ربما عن أعداد المتواجدين في هذه التظاهرات وربما انخفض العدد عن الجمعة الفائتة، هل من دلالات على انخفاض هذه الأعداد بحسب وجودك بالشارع وحديثك مع الناس؟ يعني زميلي عندما تحدثنا عن الأعداد فنحن نشاهد ونتابع، لدينا مصادر داخل التظاهرات وأيضا
ما يصل إلينا من مقاطع فيديو وكذلك صور للتظاهرات، كوننا قد لا نستطيع الدخول بين المتظاهرين من أجل التغطية لاحتياطات أمنية، فهذا ما يجعلنا أننا نتحدث عن معلومات هي مؤكدة، لا نتحدث عن أخبار متداولة، فلدينا مصادر تؤكد لنا بأن الأعداد المتواجدة في هذه التظاهرات، تظاهرات جمعة الإباء، هي تختلف عن الأعداد التي حضرت في جمعة الثبات، وأن الاختلاف ناجم عن تناقص الأعداد في هذه التظاهر وفي هذا اليوم، وأيضا قد تستمر عملية الانخفاض لربما في التظاهرات المقبلة بالجمعة المقبلة، لكن المطالب هي ذات المطالب والاحتجاجات مستمرة وقد يطول أمدها إلى فترة طويلة. شكرا لك بدر الركابي على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من بغداد.